بناخد اتصال تليفوني. الو، الو، اتفضل، مين معانا؟ اتفضل. ايوه يا فندم، مع حضرتك كابتن مجدي، اتفضل يا كابتن مجدي، اهلا وسهلا، اتفضل. مدرب كونغ فو حضرتك. انا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. حضرتك، انا في مشكله عندي، انا في كروموسيتوما، تمام، ودي عامله لي مشاكل ومش لاقي حل، وبعدين انا لفيت كتير بيها ومش عارف اوصل لحل بيها. حضرتك لجأت لحد جراحه عامه او كده؟ كجراحه؟ حضرتك جراحه، ما جراحه، ما ينفعش تعمل جراحه لان الغده مش باينه، لان الادرار عندي عالي جدا. يعني ما ينفعش فيها تدخل جراحي؟ لا، جراحة ما لهاش حل، لأن دي ما اتعملتش في مصر كتير يعني. تمام. طب وبالنسبة للعلاج الدوائي ماشي عليه؟ العلاج الدوائي يا أستاذ كابتن ماشي عليه؟ أنا باخد فيه علاج مهدئ برضه. أصل في كروموسيتوما دي بتترفع فيها الضغط جامد قوي يعني، فلازم ليها علاج معين عشان تقدر تسيطر على ضغط الدم. في نوبات عالية جدا من الضغط بتحصل، فيها علاجية مديات. بيكون أسبوعي يا دكتور؟ هو زي ما تفضل وقال، يعني بيبقى في افراز معين، خصوصا بيحصل لما الواحد مثلا يدخل الحمام او حاجه زي كده، بول او حاجه زي كده، فبيبقى في نوبات كده، بيحصل افراز جامد زي ما قال بالظبط، كميه كبيره ادرينالين، في ضغط يعلى جدا، دي بتبقى يعني صعبه جدا يعني، ممكن تعمل جلطات، ممكن بس تعمل نزيف، يعني ممكن تعمل اي حاجه. السبب بتاعها برضو الرئيسي يعني هو اللي هو زي ما قال، في افراز زياده في من كروموسيتوما دي من الغده فوق القذريه، فتعمل افراز ادرينالين زياده وكده، فالضغط ممكن لكن يعلى جامد في افراز نوبات. الغده ده طبيعي اللي هو لا لا لا، الزياده ده ده مش طبيعي طبعا، يعني؟ اذا وده يبقاش مرض لو طبيعي. لا، مبقاش مرض. طب اذا هو لازم يعالج الغده الاول. ما عشان كده بقول له تدخل جراحي، المشهور قوي تدخل جراحي لو العلاج الدوائي اللي هو فشل، ما جابش العلاج نتيجه اه يعني. ما جابش نتيجه وفشل، او هو مش قادر يسيطر عليه لانه عنيف يعني جدا، مش قادر يسيطر عليه. فطبعا دي بيبقى مختص بيها طبعا دكاتره اللي هم البطنه والغدد الصماء والحاجات دي، هم يعني اكتر ناس يتدخلوا فيها، طبعا بالتعاون مع القسم الجراحي بقى، تمام. تدخل الجراحي يعني لو امكن. هو بيقول في مصر صعبه، وطبعا صعبه طبعا عمليتها، عاوزه تمكن جامد، بس ما عنديش خلفيه قوي هل فعلا في مصر حاليا في تقدم طبعا في الناحيه عندنا الطبيه. مركز، وفي تبع وزاره الصحه مركز كبير جدا، معهد الغدد الصماء ف في ام الخليج. فهو ده ممكن يعني، اعتقد يعني ان هو ممكن يفيده في جزء ان هو يعني لو الناحيه الطبيه الدوائيه فشلت ما جابتش يبقى ممكن نتيجه. يحولوه مثلا على ناحيه جراحيه. بس هو بيقول سالته ان ناحيه جراحيه الموضوع صعب شويه، صعبه شويه. بيقول ما تتعملش في مصر او كده. فدي عاوزه يعني برضو يعني ناحيه الغدد الصماء دي تتابع جامد قوي عشان يقدر يوصل لحل مناسب للحاله، خصوصا ان هو واضح ان شخص رياضي يعني، تمام. يعني فيها عنف، هو فيها بيلعب نوع من النشاط، لعبة فيها عنف. فمش سهله يعني، يعني تمام. عاوز يبقى في كامل لياقته يعني. طب دكتور